دي المحاضرة الثانية من مقرر الاندماج والاستحواذ على الشركات. بنتناول فيه عروض الاستيلاء العدائي على الشركات ووسائل الدفاع ضد هذه العروض. هنتناول في هذا الجزء أول حاجة إيه الخصائص اللي موجودة في الشركة حتى تكون عرضة للاستيلاء، وإيه أنواع عروض الاستيلاء المختلفة، وإيه الأشكال الموجودة دلوقتي لعروض الاستيلاء، وبعد كده إيه استراتيجيات الدفاع ضد الاستيلاء العدائي، بعد كده هو إيه وسائل الدفاع ضد الاستيلاء العدائي. أهم ما يميز الشركة اللي هي عرضة للاستيلاء أن تكون أسهم هذه الشركة مسعرة بأقل من القيمة الحالية، يعني سعر تداول السهم في السوق لا يعبر عن القيمة الحقيقية للسهم، فهو أقل من القيمة الحقيقية. الشركة عندها سيولة عالية، الشركة عندها أصول مغرية، عندها محفظة أصول أو استثمارات كبيرة، الشركة بيكون عندها طاقة اقتراضية قليلة، عفوا عندها قروض قليلة، فبمعنى وجود طاقة اقتراضية غير مستغلة. الإدارة تملك حصة منخفضة من الأسهم. الشركة بتحقق خسائر، والخسائر ديت ممكن زي ما شفنا قبل كده يمكن استخدامها لتحقيق وفرات ضريبية. عروض الاستيلاء ممكن تقسمها إلى ثلاث أنواع من العروض. النوع الأول هو عروض الاستيلاء الودي، والنوع الثاني عرض الاستيلاء العدائي، النوع الثالث عرض استيلاء قابل للتفاوض. بالنسبة لعرض الاستيلاء الودي، فهذا العرض يحدث عندما يوافق حملة أسهم الشركة المستهدفة في قبول العرض المقدم إليهم من الشركة المغيرة. وساعتها طبعا بيتم التفاوض ما بين الشركة المستهدفة والمغيرة على شروط إتمام الاستيلاء، اللي هو سعر الشراء قد إيه، طريقة الشراء اللي هي إيه، إيه الإجراءات اللي ممكن اتخاذها في تنفيذ صفقة الاستيلاء. بعد كده أما عرض الاستيلاء الهجومي أو العدائي، هذا العرض ممكن الشركة المستهدفة تقدم العرض مباشرة لحملة الأسهم بدون موافقة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المستهدفة. يعني هذا العرض بيتم رغم أو عدم موافقة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المستهدفة. أما العرض القابل للتفاوض، فإن الشركة المستهدفة بتبحث عن شريك ودي يتقدم من أجل الاندماج أو الاستيلاء على الشركة بدلا من العرض بتاع الشركة المستهدفة. بالنسبة للاستحواذ العدائي، في طريقتين، في أسلوبين أو طريقين علشان أتقدم بعرض الاستيلاء على الشركة. أول حاجة اللي هو تقديم العطاء، الثاني القتال بالوكالة. يعني إيه تقديم العطاء؟ الشركة المغيرة بتتقدم بعرض مباشر لمساهمي الشركة المستهدفة. يبقى في الحالة دي بتطلب الشركة المغيرة من حملة أسهم الشركة المستهدفة التقدم بأسهمهم، يعني طواعية لقبول الاندماج أو قبول الاستحواذ. أما القتال بالوكالة فدوت
الشركة المغيرة بتحاول إن هي تقنع مساهمي الشركة المستهدفة إن هم يزيحوا مجلس الإدارة الحالي وتعيين فريق. هذا الفريق في اتفاق بينه وبين الشركة المغيرة إن هو يوافق على صفقة الاستحواذ. الأسلوب طبعا ده خطير جدا جدا جدا، ورغم إن هو موجود بكثرة إلا إنه هذا الموضوع خطير جدا، لأنه بيهد كثير من أساليب الدفاع ضد الاستحواذ العدائي. هنا طبعا يعني اللي نعرفه إن أشكال عروض الاستيلاء اختلفت في الوقت السابق، لأن الشركات فيما مضى كانت تستطيع الحصول على القروض، يعني تسهيلات بنكية للقيام بعملية الاستحواذ، لكن دلوقتي في صعوبة للحصول على القروض، وقد يكون هناك أيضا مشكلة أو في صعوبة لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيلاء على الشركات. في نوعين من الاستراتيجيات ضد الاستيلاء على الشركة. أول استراتيجية هي استراتيجية طويلة الأجل لإحباط أي محاولة ممكنة من المشتركين، يعني عندي استراتيجية طويلة الأجل محطوطة، أي عرض استيلاء ممكن أقلل فرص نجاحه. الوسيلة الثانية وسيلة قصيرة الأجل ضد عرض معين. الوسيلة الاستراتيجية اللي ممكن اتباعها أن الشركة المستهدفة، أول حاجة يحاول مجلس الإدارة أو إن مجلس الإدارة يسعى جاهدا إلى زيادة أرباح هذه الشركة، زيادة التوزيعات في الشركة، زيادة أسعار الأسهم، مما يقلل من فرص الاستيلاء أو فرص تقديم عروض للاستيلاء على الشركة. برضك بعض الوسائل اللي ممكن اتباعها إن الشركة تحمي نفسها ضد العروض المجحفة عن طريق اختيار استراتيجي، يعني عن طريق إن أنا بفكر في الحصول على شريك استراتيجي من خارج البلاد لامتلاك أسهم خارج حدود البلاد. وسائل الدفاع ضد الاستيلاء العدائي هي وسائل متنوعة، هنمسك كل وسيلة من هذه الوسائل ونشرحها بالتفصيل. أول وسيلة هي الدفاع بتقديم الحجج والبراهين. مجلس الإدارة بالنسبة للشركة المستهدفة ممكن يقنع حملة الأسهم في هذه الشركة إنه يرفضوا عقود الاستيلاء عليها. ليه؟ عن طريق تقديم كثير من البراهين، نقول لهم مثلا ان العرض المقدم لنا دوت لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة، ان الشركة المستهدفة الشركة بتاعتنا دي في المستقبل من المتوقع ان تزيد ارباحها، لدينا خطط استثمارية في المستقبل هنحاول تنفيذها، الشركة هتوزع نسبة كبيرة من الأرباح على المساهمين، الشركة هتقوم بتنويع استثماراتها مما يقلل المخاطر اللي بتتعرض ليها حملة الأسهم، ودي أساليب كتيرة ممكن أقدمها كحجج وبراهين لحملة الأسهم لرفض الاستيلاء على الشركة. بعد كده الوسيلة الثانية الفارس الأبيض أو الشريك الصديق. الفارس الأبيض أو الشريك الصديق إن أعضاء مجلس الإدارة بيتقدموا إلى شريك آخر ودي، هذا الشريك الودي هيتقدم بعرض لي شراء الشركة، وبالتالي هيقلل فرص قبول العرض المقدم من الشركة المغيرة. ونحاول بعد كده أعضاء مجلس الإدارة إن هم يقنعوا حملة الأسهم بهذا الشريك الودي.
الدفاع بالعرقلة، ان انا هحط هنا بعض الاساليب اللي هقلل بيها من فرص ان شركة تتقدم بعروض للاستيلاء على الشركة اللي انا بشتغل فيها. من هذه الطرق ان انا اقلل القدرة التصويتية للاسهم، يعني الاسهم اللي هيتم اصدارها هذه الاسهم هديها قوة تصويتية اقل، يبقى ملهاش صوت عند التصويت من اجل الموافقة او عدم الموافقة على عرض الاستيلاء على الشركة. الشركة هنا ممكن الشركة المستهدفة يعني ممكن نصدر حاجة اسمها حق اكتتاب لمساهمي الشركة القدامى، يبقى مساهمي الشركة القدامى هيبقى ليهم حق اكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأسهم، يبقى المساهمون القدماء يبقى دلوقتي هيحافظوا لو مارسوا هذه الحقوق هيحافظوا على نسبة ملكيتهم في الشركة. أو إن أنا أحط في عقد تأسيس الشركة إن أي قرارات متعلقة بالاستيلاء على الشركة يجب الحصول على نسبة لا تقل مثلا عن 80% من أجل الموافقة على الاستيلاء على الشركة. بعد كده هو الوسيلة اللي ممكن أتبعها إن أنا أتصرف في الوصول. بعض الشركات عندها قد يكون لديها أصول، هذه الأصول قد تكون أصول مميزة، يعني أصول زي شركة مثلا عندها محفظة استثمارات مالية قوية، يبقى أنا لو تصرفت في هذه المحفظة أقلل من فرص الاستيلاء على هذه الشركة. لكن أسلوب التصفية لبعض الأصول هذا الأسلوب بيقلل إلى تخفيض النشاط، يبقى قد يجد عرقلة من الجهات الرقابية، يبقى إذا في هذه الحالة قد تتدخل الجهات الرقابية ضد التصرف في الوصول، يبقى هذه الوسيلة محتاجة عملية رقابة، ومن هنا بعض الدول قد تمنع هذا الأسلوب لتقليل عروض أو تقليل قبول عروض الاستيلاء على الشركة. الاسلوب ده هو يعني قريب من الاسلوب اللي فات اللي هو تصرف في الاصول. انا بدل ما اتصرف في الاصول اللي عندي، يعني بقلل قدرة الاصول اللي عندي، يعني بضعف الشركة بتاعتي، ما انا ممكن اضعف الشركة بتاعتي باسلوب اخر، ان انا اشتري شركة ضعيفة. يبقى شراء شركة ضعيفة هيقلل من فرص ان احد الشركات تتقدم بعرض مجحف للاستيلاء على الشركة. الوسيلة دي طبعا احنا عارفين ان هناك قوائم مالية يجب اصدارها، والقائمة المالية الاخيرة المفترض ان هي تعبر عن الاداء المالي للشركة عند اخر لقطة، عند اخر فترة زمنية. لكن ممكن لاعضاء مجلس الادارة ان هم يقدموا العديد من المبررات ان الاداء الحالي للشركة بعد إعلان القوائم المالية أداء ضعيف، يبقى الأداء القوي اللي بتظهره القوائم المالية في حقيقة الأمر مش موجود حاليا دلوقتي، لأن الأداء الحالي هو أضعف مما تصوره القوائم المالية. بعد كده حاجة اسمها المظلات الذهبية، المظلات الذهبية. المظلات الذهبية ده باراشوت، يعني الباراشوت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أعضاء مجلس الإدارة يحطوا عقود تشغيل بمرتبات ضخمة جدا، هذه العقود بتاع التشغيل بتحد من العروض المجحفة التي يمكن أن تتقدم للاستيلاء على هذه الشركة. ليه بقى؟ لأن في حالة الاستيلاء على الشركة وحالة فسخ العقود يبقى لازم الشركة المستهدفة تدفع مبالغ ضخمة لتعويض أعضاء مجلس الإدارة، يبقى ده أسلوب من أساليب عرقلة الاستيلاء على الشركة. آخر وسيلة من الوسائل اللي هنشوفها مع بعضينا اللي هي الوسيلة اللي اسمها حبوب السم. يعني إيه حبوب السم ده؟ حبوب السم الهدف منهم إن أنا أخلي القيمة
بتاعت الشركة أقل جاذبية للاستيلاء عليه، يعني أحاول أقلل من قيمة الشركة للتقليل من عروض الاستيلاء المجحفة. يعني الشركة المستهدفة ما تلاقيش حاجة في الشركة جاذبة للقيام بتقديم عرض الاستيلاء على الشركة. من هذه الأساليب مثلا أن أعضاء مجلس الإدارة الموظفين الكبار في الشركة أولا يهددوا ان هم في حالة موافقة حملة الأسهم على عملية الاستيلاء ان احنا هنسيب الشركة ونمشي. ماشي. حاجة تانية، حاجة اسمها جوهرة التاج. ما هو المقصود بجوهرة التاج؟ ان بعض الشركات عندها قسم مميز او عندها اصول مميزة، زي شركة عندها محفظة استثمارات مالية قوية، او شركة لديها قسم قوي، ان احنا نهدد ان احنا ممكن نبيع هذه الاصول المميزة بتاعتنا، او نحول هذه الاصول الى شركة، او نحول الفرع بتاعي او الاصول اللي هي لها قيمة كبيرة دي الى شركة مستقلة. من ضمن الاساليب اللي احنا ممكن نتبعها ايضا عبارة عن وسيلة من الوسائل اللي بزود بيها عدد الاسهم. يبقى زيادة عدد الاسهم يقلل القوة التصويتية لملاك الشركة الحالية. بردك اساليب من اساليب حبوب السم ان الشركة بتزود مقدار او نسبة القروض في الهيكل التمويلي. يبقى زيادة نسبة القروض في الهيكل التمويلي بيقلل فرص التقديم بعروض للاستيلاء على الشركة. لكن الاسلوب ده خطير، نخلي بالنا خطير، لان زيادة نسبة القروض عن حد معين بيؤدي الى زيادة المخاطرة المالية، والمخاطرة المالية قد تؤدي الى افلاس الشركة المستهدفة. حاجة أخيرة من الموضوعات بتاعتنا وهو طارد القرش. يعني إيه طارد القرش؟ إن إحنا مجلس الإدارة بيحاول يحط نصوص في العقود، هذه النصوص في العقود بتمنع الشركة المستهدفة من التخلص من الإدارة الحالية. يعني الإدارة الحالية هتعمل نص إن هي غير قابلة للعزل. يبقى في الحالة دي الشركة المستهدفة مش هتلاقي وسيلة للتخلص من الإدارة الحالية. لكن هذا الأسلوب قد يثبت أركان الإدارة في السيطرة على الشركة الحالية. كلمة أخيرة عن وسائل الدفاع، بنصح القارئ وبنصح الطالب ان هو يحاول يقرا هذه الشريحه ويستوعب اللي موجود فيها. دي كانت اخر حاجه في موضوعاتنا المتعلقه بالاندماج والاستحواذ. وفقكم الله وشكرا لحضراتكم.